بالأمس الاثنين خيم على محافظة الأسكندرية خاصة وعلى مصر كلها عامة حالة من الحزن والاستنكار للحادث الأليم الذي أصاب شابين في مقتبل العمر، أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة الآخر ببتر في قدميه، وأدى إلى نقله لغرفة العناية المركزة بين الحياة والموت. وبين تضارب الأقوال بين شهود العيان، نجد أن كمسار القطار طلب من الشابين تذاكر، فأجاب بأنهم بائعين على باب الله وليس لديهم ثمن التذاكر، ولكن الكمسري أصر على قيامهم بسداد قيمة التذاكر أو النزول فورا. وبين جذب وشد أجبرهم على النزول من القطار، حيث اضطر الشابين للقفز من القطار وهو على سرعته، فسقط أحدهم تحت العجلات وانفصل رأسه طبقا لتقرير الطب الشرعي، وأصيب الآخر ببتر بالقدمين، أي أنه أصبح من ذوي الإعاقة المستديمة، ذلك إن استطاع أن يبقى على قيد الحياة. وبين تصريحات المسؤولين واستنكار الشارع المصري، استوقفنا هذا السؤال: أين كان ركاب القطار من تصرف الكمسري؟ وكيف لم يتدخل أي شخص لوقف تلك المهزلة؟ كما تساءلنا: كيف استطاع الكمسري وبدم بارد أن يجبر هؤلاء على الهبوط أو دفعهم لخارج القطار كما جاء في روايات أخرى؟ وما ذنب هؤلاء الشباب ليلقوا هذا المصير؟ ولما لم يمهل الشابين فرصة للوصول لمحطة نزول؟ وهل ثمن تذكرتين قطار ثمنا يستحق لحياة شاب لقى حتفه وآخر ينازع بين الحياة والموت، وإن عاش فسيظل طوال حياته معاق؟ وأخيرا، باتت مصر حزينة على شبابها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هل سيكتفي المسؤولون بصرف إعانة لا تغني ولا تثمن لأسرة المتوفي أو للمصاب، والتي لا تكفي بأي شكل من الأشكال مساندة أهالي الشابين المنكوبين؟ وهل يستطيع السيد وزير النقل رغم مجهوداته الملموسة والتي لا ينكرها أحد أن يبرئ ساحته من دم هؤلاء الشابين؟ وسط كل ذلك استوقفنا أن نسأل: ما هو مبرر هلع الكمسري من وقوع الجزاء عليه في حالة تركهم داخل القطار لأقرب محطة؟ فمن الواضح أن الكمسري لم يستطع قبول فكرة التقدير والجزاء، وفي سبيل ذلك قرر التضحية بالشابين. وأخيرا وليس بآخر، استيقظت مصر وقبل مرور أقل من 24 ساعة على حادث أسوأ من السابق، وهو دخول قطار في سيارة ومقتل وإصابة العديد من الأرواح. باتت مصر حزينة واستيقظت منكوبة، فيا أيتها الأم المصرية، ليس لك إلا الله في موت أبنائك.